عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين قناة إيكول الشاذلي. اليوم عندنا فيديو جديد في الصفحات 45 و46 من الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات للسنة الأولى ابتدائي. غادي نبداو بأول تمرين في الصفحة هذه اللي هو 5. السؤال ديالو ولاحظ كيف رتبت عائشة المهرجين من الأقصر إلى الأطول ثم أعيد ترتيبه باستعمال الأعداد من 1 إلى 4. إذن عائشة رتبت المهرجين من الأقصر إلى الأطول، يعني القصير غادي نديرو فيه 1 واللي موراه 2 والطويل غنكتبو فيه 4. حنا غادي نعاودو الترتيب باستعمال الأعداد. إذن شوفوا شكون هو أقصر واحد. عندنا هذا طالع فوق هاد الخشبة هادي، عندنا هذا وعندنا هاد المهرج وهذا. إذن شكون هو القصير؟ هو هذا، حيت طالع فهاد خشبة طويلة وهكاك باقي قصير موصلش لهذا. إذن هذا هو 1. شوفوا الثاني، عندنا هذا، عندنا هذا ما طالع في والو، وهذا ما تا هو ما طالع في والو، هذا اللي طالع في هادي وباقي قصير. إذن هذا هو الثاني. ونشوفوا عندنا طالينا هذا وهذا، شكون هو الطويل على الاخر؟ هذا هو الطويل باينه. إذن هذا هو الثالث، هذا هو 4. هذا هو ترتيب المهرجين من الاقصر الى الاطول. وندوزو للتمرين 6. إذن التمرين 6، ورتب الشمعات من الأقصر إلى الأطول باستعمال الأعداد من 1 إلى 5. كذلك غادي نرتبو الأعداد، عفوا الشمعات من الأقصر إلى الأطول. القصيرة غادي نكتبو فيها 1 وأكبر وحدة غادي تكون فيها الرقم 5. إذا نبداو، شكون غنشوفو شكون هي أصغر شمعة؟ عندنا هذه طويلة، هذه أقصر من هذه، هذه طويلة من هذه، هذه أقصر من هذه، أقصر من هذه، وهذه طويلة. إذن هذه هي أقصر وحدة فيها 2 1، عفوا هذه هي قصيرة هي فيها 2، هذه 3. دابا نشوفو هذه، هذه أقصر من هذه، إذا هذه 4 وهذه 5. دابا غادي نكملو التلوين. إذا التلوين غيكون على التالي، غادي نحسبو هذه ونشوفو اللي طويل غادي نلونو بها طويلة، واللي قصير غادي نلونو بها القصير. إذا هذا الصفر إذا هو الطويل، غادي نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نشوفو هذا 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا هذا هو الطويل. غادي نكتبو، أنا نوضح لكم هنا تسعود نتوما مش كتبو والو. هنا قلنا 1 2 3 4 5 6 7 8، هنا 1 2 3 4 5، هنا 1 2 3 4 5 6، هنا 3. إذا الكبير لونا به الكبيرة بالأصفر، ودابا غادي نلونو. عندنا هذا 3 هو الصغير في الأرقام كاملين، نخليوه هكا بالأبيض. 5 هو اللي موراه، إذا شنو هي الثانية؟ هادي غادي نلونوها بالأخضر. إذا غادي نلونو هذا حيت هو الرقم الأصغر الثاني من بعد 3، غادي نلونو به الثانية، لونوها بالأخضر. ونلونو شي هاد الفنجان فحال هادي بل، نلونوه بالبنفسجي. إذا نديرو فحالهم ونلونو شحنا الفنجان بلون مغاير. إذا الثانية بالأخضر كما في التوجيه. شوفوا الثالثة شكون هو أكبر من 5؟ هو 6. إذا بالأزرق غادي نلونو الشمعة الثالثة، إذا هي هادي. إذا غادي نلونو الفنجان كذلك. دابا غادي نلونو الشمعة الرابعة. إذا لونا بالأصفر، لونا خلينا هادي بالأبيض، لونا هادي الثانية بالأخضر، ولونا هادي الثالثة بالأزرق، بقى لينا الأحمر اللي هو في الشمعة الرابعة، وغادي نلونوها. وغادي نلونو الفنجان كذلك. وبعد غادي نكونو سالينا التمرين 6 وندوزو لتمرين 7. إذا التمرين 7 وسؤاله،
ورتب أطول العظام من الأقصر إلى الأطول باستعمال الأعداد من 1 إلى 2 إلى 3 عفوا. إذن عندنا 3 كلاب وبفمهم 3 عظام. حنا غادي نرتبوا هاد العظام من الأقصر إلى الأطول، يعني القصيرة غادي نكتبوا فيها 1 والطويلة غادي نكتبوا فيها 3. هنا غادي نديروا بالعين المجردة هادي وهادي وهادي. إذن شكون هي القصيرة في هادو؟ شو هادي خارجة من الفم ديالو واحد شوية، هادي خارجة غير واحد ما خرجاش، خرجة شوية غير الأطراف، هادي خارجة بزاف. إذن شكون هي صغيرة؟ هي هادي غادي نكتبوا فيها 1. دابا شكون هي القصيرة في هاد الجوج؟ بما هادي وهادي، هادي قصر من هادي حيت هادي كبيرة. هنا 2 وهنا 3، وبعدها نكونو سالينا التمرين 7 وندوزو للتمرين 8. إذن التمرين 8 والأخير في الصفحة 45، ولون كل عصا باللون المناسب ثم أرتب هذه العصي من الأقصر إلى الأطول باستعمال الأعداد من 1 إلى 4. إذن حنا غادي نلونو كل عصا باللون المناسب، ومن ثم غادي نرتبو هذه العصي من الأقصر إلى الأطول، يعني القصيرة هي الأولى نكتبو فيها 1، الطويلة نكتبو فيها 4. دابا غادي نشوفو وغادي نلونو. إذن عطينا الأحمر هو أطول مسطرة، أحمر هو اللي غادي يكون في أطول مسطرة. فين هي اللي طويلة بزاف؟ هي اللي شادها الطفل هذا اللي واخا طالع في هذا الكرسي ولكن طويلة عليه. إذن غادي نلونوها بالأحمر. إذن ودابا غادي نلونو بالأصفر اللي من موراها. إذن شكون هي المسطرة أو العصا اللي هي من وراء هذه؟ عندنا هذه صغيرة قصيرة، هذه كذلك، هذه أطول من هذين الاثنين. إذن غادي نلونوها بالأصفر. إذن بالأصفر. دابا نشوفو الأزرق شكون هي، شكون طويلة، واش هذه ولا هذه أو النجوش؟ هذه أطول من هذه. نستعملوا المسطرة في هذه الحالة هذه ونعبروا. شوفوا إذن هذه فيها قرابة 3 سنتيم، هذه فيها 2 سنتيم ونصف فقط. إذن نعم غادي نلونوا بالأزرق هذه. وهذه اللي بقاش غادي نلونوها بالأخضر. هي أقصر وحدة. إذن دابا غادي نرتبو من الأقصر إلى الأطول، يعني القصيرة غادي نكتبو فيها 1 والطويلة غادي نكتبو فيها 4. إذن قلنا هذه القصيرة غادي نكتبو فيها 1، هذه اللي موراها نكتبو فيها 2، هذه 3، وأطول وحدة 4. وبعدا غادي نكونو سالينا الصفحة 45، ندوزو للصفحة 46. إذن ندوزو الأول تمرين في الصفحة 46، ورتب الخيوط من الأطول إلى الأقصر باستعمال الأعداد من 1 إلى 4. إذن هنا غادي نرتبو الخيوط، طويل غادي نكتبو فيه 1 وأقصر واحد نكتبو فيه 4. ونشوفو ونديرو غير بالعين المجردة حيت باين. إذا فين هو أطول خيط؟ عندنا هذا قصير، هذا حتى هو هذا أطول من هذا ولكن هذا حتى هو قصير، هذا أطول حيت واصل ما وراء البنت، وهذا أطول حيت واصل حتى البنت الثانية. إذا شكون هو أطول خيط؟ هو اللي عند البنت هذه غادي نكتبو فيه 1، اللي عند الطفل هو رقم 2، اللي عند الطفلة هو 3، واللي عند هذا هو أقصر واحد غنديرو 4. وبعدا غادي نكونو سالين التمرين 9، ندوزو للتمرين 10. إذن التمرين 10 ولون الألواح التي لها نفس الطول بنفس اللون بين قوسين، يمكن الاستعانة بشريط مدرج. إذن حنا غادي نستعملو المسطرة وغادي نشوفو، وغادي نعبرو أول واحد اللي هو هذا في 5 سنتيمتر ونصف. إذن 5 سنتيمتر ونصف، شوفوا هذا، في 5، هذا 5، شوفوا هذا في 5 كذلك. إذن هذا وهذا لهم نفس الطول، هذا لونهم نفس اللون. نكملوا ورجعوا للونه حتى هذا في 5. إذن شوفوا هذا حتى هو، هذا كذلك في 5، إذن حتى هو بنفس اللون.
شوف هذا ثلاثة و 3 سنتيمتر عفوا مليمتر. اذا هذا فيه 3.3. اذا غادي نلونو هذا اللوح وهذا بنفس اللون. اذا نلونو وهذا كذلك. هذا كذلك. واللون حتى هادي بنفس اللون حيت نفيها حتى هي 5 سنتيمتر. وبهذا غادي نكونوا سالينا تمرين 10 وندوزو للتمرين 11. إذن أقارن ثم ألون كل مجرفة باللون المناسب ورتب المجرفات من الأقصر إلى الأطول باستعمال الأعداد من 1 إلى 5. إذن غادي نقارنو هادو شكون الطويلة وشكون القصيرة وغادي نلونوها باللون المناسب ديالها. إذن عندنا هادي وهادي 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 وهادي. إذن شفنا هي الطويلة فيهم، هادي هي أطول وحدة غادي نلونوها بالأخضر حسب التوجيه. نشوفوا شنو اللي موراها، هذه قصيره، هذه طول من هذه، هذه طول من هذه كذلك، وهذه طول من هذه ومن هذه ومن هذه. اذا هذه هي ثانيه في الطول، هذه لونها بالاحمر. دابا غادي نشوفوا شكون هي اللي موراهم في الطول. اذا عندنا قلنا هذه اطول من هذه وهذه طول من هذه، اذا هذه طول من هذه ومن هذه، هذه هي الثالثه. غادي نلونها بالازرق. غادي نشوفوا دابا شكون هذه، شكون طويله. عندنا هذه اطول من هذه، اذا هذه لونها بالاصفر. اذا وقعت لنا الاخيره غادي نلونوها باللون البنفسجي. انا ما عنديش بنفسجي، غادي نلونها بالوردي. ثم لونوها بالبنفسجي حسب التوجيه. اذا دابا غادي نرتبهم من الاقصر الى الاطول. اذا هذه اللون الاخر هي قصيره، غادي نكتبوا فيها 1، هذه 2 3 4 5. اذا هو هذا الترتيب. دابا غادي ندوزو للتمرين 12. اذا التمرين 12 والسؤال ديالو: طلبت ملاك من البائع اطول عقد وطلبت والدتها اقصر عقد. اذا عندنا طفله وامها، الطفله طلبت من البائع اطول عقد والوالده طلبت اقصر عقد. اذا حنا شنو المطلوب منا؟ ان نحدد بعلامه او عقد ملاك وبعلامه اكس عقد والدتها. اذا اطول عقد غادي نديرو فيه علامه او، واقصر عقد غادي نديرو فيه علامه في. إذا غادي نحسبوا العقيق.
عندنا في أول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. إذن أنا نكتب هنا باش نوضح لكم، عندنا هنا 18 في هذا، نحسبوا هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. إذن هذا فيه 26. نشوفوا هنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. إذن هذا فيه 24. إذن فنوع عقد ملاك أو أطول عقد هو 26، غادي نديرو فيه علامة أو في هنايا، وأقصر عقد هو اللي فيه 18، حيت 18 أصغر من 26 وأصغر من 24، غنديرو فيه. إذا غندوزو لآخر تمرين في هاد الفيديو وهاد الصفحة اللي هو التمرين 13، ولون بالأحمر أطول طريق وبالأزرق أقصر طريق. إذا عندنا هنا حيوانات وهنا المأكولات ديالهم، هنا غادي نلونو أطول طريق، عفوا اطول طريق عفوا بالاحمر وبالازرق اقصر طريق. اذا اللي عنده طريق طويله غادي نلونوه بالاحمر، واللي عنده طريق قصيره غادي نلونوه بالازرق. اذا شنو هو اطول طريق باش نلونوه بالاحمر؟ اذا كما نشوفوا عندنا الكلب عنده الطريق في هذا المنعرج، اثنان من المنعرجات، منعرجنا ومنعرجنا. عندنا قطه طريق مسرحه ما فيها حتى شي منعرج، وعندنا هنا ارنب عنده مجموعة من المنعرجات 1 2 3 4 5 6 7. إذن الأرنب هو الذي لديه أطول طريق، غادي نلونوه بالأحمر. ودابا غادي نشوفوا اقصر طريق باش نلونو بالازرق. اذا شنو هو اقصر طريق؟ كما تنشوفوا وقلنا بلي الكلب عنده منعرجين، منعرجنا ومنعرجنا، والقطه عندها طريق خاليه من المنعرجات، يعني ما تحتاجش دير شي ايفور، غادي تمشي نيشان ما تحتاجش شي مجهود. اذا القطه هي الذي لديها اقصر طريق وغادي نلونو بالازرق. نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في اقرب فيديو واقرب وقت.